قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يفرق بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة، هل تفريقه صحيح؟ ما هو عن علم، هذا عن جهل. ما في فرق، ما تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. نعم، لكن هذه حذلقة ظهرها بعض المتحذلقين ولا أصل لها. نعم.